أقر مجلس الوزراء يوم الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، واللي يقدر إجمالي النفقات العامة ب 12.5 مليار دينار، ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5% وخفض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة. وللحديث أكثر حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بدنا نرحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي السيد سلامة الدرعاوي. أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج بصراحة. أهلا فيكم جميعا وأهلا بكافة المستمعين. يا هلا ومرحبا فيك. يعني اليوم سؤالنا بداية، هل ترى أن هذه الموازنة ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة؟ يعني هذه الموازنة هي خطة مالية في النهاية، المعني في تنفيذها الحكومة. نعم. التعاون مع مجلس النواب، يعني الركع عليهم في النهاية، يعني إذا التزموا بما جاء في هذا المشروع، مشروع القانون، وبظل في النهاية قانون، لا ننسى أنه الموازنة في الدولة قانون، ويجب على الجميع سواء مجلس النواب أو الحكومة الالتزام بما جاء في هذا القانون، وأي مخالفة له يعني مخالفة للقانون. نعم. وبالتالي لابد أن تتضافر كافة الجهود بين الجهتين، السلطة التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى الأهداف الكلية الموضوعة في هذا القانون. نعم. طيب، يعني هل تعتقد بأن المخصصات المرصودة للمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه وأيضا سكة الحديد هي كافية لتنفيذها وفق الجدول الزمني المخطط، وأيضا إذا ما تحدثنا عن التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع؟ يعني هي ليست المشكلة في أنه يكون هناك مخصصات، هي مشكلة كما حكينا اتخاذ الإجراءات لإخراج هذه المشاريع من الأدراج إلى سكة التنفيذ. وأنا أعتقد أنه ما تم رصده في الموازنة العامة ورغبة الحكومة وحماسها يخرج هذه المشاريع من الأدراج إلى سكة التنفيذ. فلذلك اليوم زي ما حكينا ركع الحكومة إنها وضعت هذه المشاريع على رأس أولوياتها، لأنه لا يمكن أن تتحقق معدلات النمو المرصودة أو المفترضة في مشروع قانون موازنة 25 إلا من خلال وضع هذه المشاريع إلى آليات التنفيذ الفعلية. نعم. هل ترى سيد سلام بأن الموازنة تتعامل مع التحديات، فرضا التضخم والأزمات الاقتصادية المختلفة، الاستثمار وما إلى ذلك، البطالة والفقر وعديد من القضايا الوطنية، خاصة وأن هناك توقعات كذلك بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية؟ شوف، أول شيء أنه هاي الموازنة بأرقامها المفترضة هي الأقرب إلى الواقعية. يعني هي بنيت على ما تحقق فعليا في سنة 24، وبنوا على الفعلي مش على الافتراضي. هاي أول نقطة. اثنين، الموازنة وضعت في أولوياتها الاستمرار في سياسة الدعم. الدعم لأسطوانة الغاز، دعم الخبز، دعم صندوق المعونة الوطنية، دعم المؤسسات الحكومية، المعالجات، الإعفاءات. تم رصد الأموال الخاصة لهذه هذه البنود التي جميعها تكون تحت مظلة الدعم الحكومي. فسياسة الدعم أولا موجودة لتحقيق الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. نعم. اثنين، تم رصد أموال لتنفيذ المشاريع الكبرى اللي بتعول عليها الدولة في المرحلة المقبلة مثل السكك والناقل الوطني. نعم. ثلاث، هناك أهداف واضحة في الموازنة بشكل كامل، يعني تطلع عليها الدولة بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، وهي توسيع القاعدة الضريبية والاستمرار في عملية الإصلاح الجمركي
وإصلاح الاقتصادي ضمن السياسة المتفق عليها، سواء في خطة التحديث الاقتصادي أو ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. أربعة، الدولة أو في الموازنة هذه المرة بنيت أرقامها بنوع من التحوط والأمان لاستيعاب أي مستجد لا سمح الله قد يحدث طارئ، قد يحدث في عام 2025. وأنا أعتقد أنهم أخذوا في عين الاعتبار تداعيات حرب الإبادة فيه. نعم. لذلك هذه تنفيذ الأهداف الكلية لمشروع قانون موازنة 25 وتحقيق الفرضيات مناط اليوم بتطورات الوضع الإقليمي. نعم. الأموال مرصودة، الحماس والرغبة الحكومية في التنفيذ موجود، بظل التحديات الإقليمية اللي ما حدا بيعرف شو لوين رايح المسألة في النهاية. نعم. يعني هذه حالة اليقين، عدم اليقين التي تسود المنطقة نتيجة الوضع الأمني المزري حقيقة يلقي بظلال قاتمة على الوضع المالي عندنا. وانتوا شفتوا كمان انه احنا ب 24 اتأثرنا او مش ب 24، احنا تحديدا من حرب اكتوبر 23 لغاية اليوم نتأثر بشكل سلبي في تحصيل الإيرادات وتراجع عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية. نعم. فلذلك هذه الموازنة أخذت بعين الاعتبار نتيجة أرقامها المتحفظة، لكن في النهاية ما بنعرف كيف تطورات الوضع الإقليمي. نعم. طيب يعني هل تعتقد بأنه نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ستشهد انخفاض خلال السنوات القادمة؟ وأيضا يعني برأيك ما هي الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق ذلك؟ يعني هناك عدة مؤشرات تتحدث بأنه أو تشير إلى أنه الدين قد يتراجع في الفترة المقبلة. أولا، اتجاهات أسعار الفائدة العالمية تتجه نحو الانخفاض، وأنتم بتعرفوا أنه حوالي أكثر من نصف ديننا هو دين ليس بتجاري، دين سيادي، فممكن ينخفض، أو آسف الدين التجاري سينخفض في المرحلة المقبلة. هذه واحدة. الثاني نقطة، النمو الاقتصادي. الاقتصاد الأردني يعاني من تباطؤ بالنمو، لكنه حقيقة ينمو لكنه متباطئ. طيب إذا ما تحدثنا اليوم عن هذه الموازنة، هل تتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي التي على تكبير حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تقليل نسبة الدين إلى هذا الناتج، وبالتالي سيتراجع إلى حد ما. طيب. لكن المشكلة تبقى أنه الفائدة في الماء في 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 الفائدة الدين على المستوى القريب وتحديدا في سنة 25 ستبقى مرتفعة ولن تتأثر بالتخفيضات التخفيضات التي تحدث عليك للدين في سنة 25. نعم. هل تتماشى هذه الموازنة مع خطة التحديث الاقتصادي التي تسير عليها الحكومة؟ يعني الحكومة رصدت 240 دينار لمشاريع خطة التحديث الاقتصادي، واعتقد انها يعني ستساهم تحقيق اهداف جزء كبير من اهداف الخطه للعام المقبل، اضافه انها رصدت حوالي 200 مليون دينار لمشاريع البلديات، تطوير البلديات والاستثمار في المحافظات، واعتقد انه هذه ايضا ستكون دافعه لتحقيق معدلات ايجابيه. لكن زي ما حكيت لك، العام الماضي أو السنة هاي في شهر حزيران اتخذت الحكومة قرار بتخفيض النفقات نتيجة تراجع الإيرادات نتيجة تطورات حرب غزة. لكن السنة المقبلة تم رصد الأموال الكافية، لكن هل ستكون الحكومة قادرة على تنفيذ هذه المخصصات بالكامل؟ أنا أعتقد الرغبة موجودة، لكن كما تحدثنا سابقا الأمور مناطة بالتحديات الوضع الإقليمي. هل سنشهد مزيد من الاقتراضات من النقد الدولي أو إلى ما ذلك، أو حتى ما يتعلق بالمنح والمساعدات؟ لا يعني هذا الموضوع ما مرصود في الموازنة. يعني اليوم إحنا عندنا في الموازنة ما مقدر الحجم المساعدات 734 مليون دينار، هو مبلغ مشابه لما حصل عليه الأردن في عام 24 و23. هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا عندنا عجز حوالي مليارين و200 مليون،
هذا العجز سيتم اغلاقه عن طريق الاقتراض الداخلي بنسبه حوالي 55% والاقتراض الخارجي بنسبه 45%. لا يوجد شيء لدينا الاقتراض الزائد عن الاحتياجات التمويل الاساسيه للموازنه. نعم. طيب لو تحدثنا عن العوامل الرئيسية اللي أدت إلى خفض العجز الأولي من 2.9 إلى 2% في مشروع موازنة 2025، هل هذا الانخفاض يعني ناتج عن تحسين في الظروف الاقتصادية العامة؟ نعم، النمو الاقتصادي يعني العجز بتراجع نتيجة تحسن في وضع الإجمالي، مو في الناتج المحلي الإجمالي المبني على تدفقات استثماريه، زياده في عوامل الدخل، مؤشرات الدخل، سياسه وجود سياسه نقديه رشيده وحصيفه من قبل البنك المركزي، التزام الحكومه ومجلس النواب بتنفيذ كل ما ورد في مشروع قانون الموازنه. سيد سلامه. نعم. رسالة الملك دائما منذ سنوات هو الاعتماد على الذات، برأيك يعني هل مشروع موازنة 2025 قد يحقق هذه الرؤية الملكية؟ نعم، في هناك زيادة في منهجية الاعتماد على الذات. إذا بنطلع على بند النفقات الجارية، الإيرادات الجارية أو الإيرادات المحلية، بنلاحظ أنها بتغطي اليوم، ارتفعت نسبة التغطية إلى 86% من النفقات الجارية. بعد أن كانت هذه قبل سنوات حوالي 75-76%، اليوم 76% من نفقاتنا الجارية يتم تغطيتها من إيراداتنا المحلية. طيب، على ما يبدو بأنه هناك مشكلة في الصوت، بدي أشكرك كل الشكر الكاتب والخبير الاقتصادي الأستاذ سلامة الدرعاوي، وهذه القراءة في الموازنة العامة لعام 2025. بدنا نروح لفاصل مشاهدينا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا لهذا اليوم، ودائما وأبدا تواصلوا معنا من خلال رقم البرنامج 0796000900، ودائما قلوبنا وعقولنا وإعدادنا يستقبل كل هذه الرسائل وكل الموضوعات والشكاوى التي تطرحوها دائما ضمن برنامج بصراحة.